احمد الله رب العالمين حمد عباد المشكر الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد، احبتي في الله ابنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا وإياكم شربة من حوض الكوثر هنيئة مريئة لا رمى بعدها أبدا، وأن يختم لنا ولكم الصالحات، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل ثغرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يؤمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد المسلمين سوءا فارد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين آمين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قضية المال هي التي يتقاتل العالم من أجلها، هذه القضية يتناحر الناس من أجلها ويقلق الناس من أجلها ويمرض الناس من أجلها، لكن المؤمن القضية عند الله كلمة المال كلمة لا تذكر في الخير، فعل مال فعل غير جيد، مال حرام، مال على الطريق، مال الجدار عليه، كل كلمة مال يعني غير مريحة. وسمي مالا لأنه مال الناس عن الحق، يعني أنت أخوك يصلي معك تحبه ويحبك، ادخل في تجارة في معاملة مادية في أخذ معطاء تظهر أخلاقه. ولذلك قال عمر لمن أراد أن يشهد مع الرجل: أتعرفه؟ تعرف هذا الرجل الذي تريد أن تشهد معه؟ قال: نعم يا أمير. قال: أنت جار الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له: لا. قال: السؤال الثاني الذي شاهد عملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك اخلاقه؟ يعني اذا عمر عول ظهور الخلق على ايه؟ على المعامله بالله. قال: لا. قال: هل رافقته في سفر؟ لان السفر يسبق عن اخلاق الناس. قال: لا. قال: هل صاهرت منه او صاهر من حصل منكم ايه؟ نسب ومصاهره؟ قال: لا. قال: رايته على السجود في المسجد؟ قال له: نعم. قال: أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يعني إذا قاعدة أن يصلي ويتواجد في المسجد يعني هذه وسيلة، لكن الغاية أن تظهر ثمرة الصلاة. ولذلك أخذ الخليل زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يقل: ربنا ليؤدوا الصلاة، لا، قال: ربنا ليقيموا الصلاة. فجل المسلمين يؤدون الصلاة حركة أوتوماتيكية، ركوع وسجود. وبعد للأسف في بعض الكليات يدرسون مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة، سنن الصلاة، حتى ينسى شيء طيب لازم يدرس، لكن يعني يقف عند هذه المعلومات ولا يذهب الى الخشوع.
خشوع في الصلاة ثم ثمرة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وصف الناس امرأة صالحة للرسول صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتتصدق وتصنع كذا وتصوم النهار وتفعل كذا من أبواب الخير، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: وأي خير فيها؟ هي من أهل النار. إذا ليس المقياس في شرع الله أن أصلي، لا بد أن أقيم الصلاة حتى تظهر ثمرات هذه الصلاة في سلوكيات حياتي. أول حركة من حركات الصلاة مرتبطة بالمال والدنيا. الشيء الذي تريد أن تشيح وتعترض وتبتعد منه وتعترض عليه تشير إليه بظاهر كفه. يعني إنسان نقل لك كلاما سيئا عن فلان، يقول يا شيخ لا داعي لأن تذكر لي هذا، لا داعي لكن الشيء الثمين هو الذي تأخذه على باطن كفك، تعطيك زوجتك رضيعا ابنك، احمد يا فلان إلى أن آتي بكذا، كيف تحمل الولد الصغير؟ إذا ذهبت لتشتري شيئا ثمينا من مجوهرات أو غيرها لزوجتك أو ابنتك تحملها في باطن الكف. أما ظاهر الكف فيدل على الشيء الذي لا قيمة له، فتأتي أنت خلف الإمام وتكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ماذا تصنع؟ الدنيا والمال الذي أجهلك وهذه الأمور التي تجارك تحملها على ظهر كفك وتلقيها خلف ظهرك قائلا: الله أكبر من هذه الدنيا، أكبر من هذه الأموال، أكبر من هذه الانشغالات، أكبر من هذه الأمور التي هي صغيرة عند المؤمنين ولكنها كبيرة عند غيرهم. طيب، المال المؤمن بفضل الله عنده يقين تام أنه منذ أن كان جنينا في رحمه وأكمل 120 يوما كتب له عمره ورزقه. فالمؤمن لما يأتيه المال يعلم أن هذا مكتوب له سلفا، ولما ينتظر المال ولا يأتي المال يعلم أنه مخصوم من المنبع سلفا، ولما يعلم أن المال الذي شارك فيه في شركة أو مؤسسة أو في صورة أسهم أو غيرها فهبطت الأسهم فليعلم أن هذا رزقه السلبي، وأنه إذا دفع ثمن دواء أو ثمن سبحان الله شيء مكلف لم يكن في خاطره فيقول: كان هذا مخصوم مني وأنا في بطن أمي. لذلك لما يبدأ من 120 يوم مكتوب له رزقه، وعندما يخطب ملك الموت روحه ولكن ولا يسمع، نحن لا نسمع، هو يسمع، أتبكون عليه؟ أنتم تتصرفوا عليه وتصرفوا عليه وتدفعوا عليه؟ والله إنه لغفور. أتغضبون مني؟ والله أنا مغفور. والله ما نقصت شاكرا، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي أحدا منكم. لدى ملك الموت لما قرض روح فلان، كان فلان له ريال ودرهم ودينار في الدنيا أم أنه أخذ آخر درهم وأخذ جنيه وأخذ دولار في حياته؟ لا يستخدم ساعة ولا يستأخر ساعة ولا يضيف فلسا ولا يخسر منه فلسا. فالمؤمن عنده هذا اليقين، فأنا المال أثق تماما، أنا وأنا في بطن أمي مكتوب لي رقم، هذا الرقم محدد، لكن في فرق
من المؤمن ومدعي الإيمان ومن المؤمن والكافر، أنت تتقلب، يعني غيرنا يتقلب في نعمتين نحن نشاركهما في هاتين النعمتين مع غير المؤمنين، يعني المؤمن وغير المؤمن يتشاركان في نعمتين. المؤمن له خصوصة ثالثة، نعمة ثالثة، الكل 7 مليارات الذين يعيشون على ظهر البسيطة ورزقوا نعمة الإيجاب ونعمة الإبداع. نعمة الإيجاب أوجدنا من عدم ثم أجنة في أرحام أمهاتنا ثم عالم الشهادة عالم لنعمة الإيجاب للمؤمن والكافر. ثم أنعم الله على المخلوقات كلها بنعمة الإمداد وسائل الحياة، الهواء، الشمس، بسط الأرض، السبس، الأربعة الأساسية. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 4 أساسية. أنت لما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن بقية الأمور عليها حساب، بقية الأمور عليها حساب. والدنيا لا يشبع، لا يشبع منها أهلها، أهل الدنيا اللي بيعملوها والعياذ بالله كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطر. هل من مزيد يدس لما أكمل المليون؟ كمل المليون 10 زي ما عمل يقبل 10، 20 زي ابن خالد 20، عايز يوضع في مجلة فوربس مش عارف ايه يوضع في مجلة. وبعدين ثم بعد هل شبع؟ هل هو سعيد؟ ليس معنى هذا ان الاسلام يكره المال او يبغض الغنى. فالصحابة 10 منهم 4، يعني لو في مجلة فوربس موجودة في العصر الهجري 4 من الصحابة يوضعوا فيها. من؟ عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، سبحان الله، على رأس أبو بكر الصديق، سبحان الله العظيم. وبعدين أبو بكر دخل على يديه بقية المبشرين بالجنة، سبحان الله العظيم. من 5 اللي دخلوا الإسلام كان سبب إسلامهم بعد فضل الله كان أبو بكر. فإيمان الخمسة وأعمال الخمسة في كفة ميزان أبي بكر يوم القيامة. فمن أغنى من أبي بكر؟ لا في الدنيا ولا في الغنى. ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. الحسن البصري ضغط عليه أمير المؤمنين أن يتولى القضاء، أبى، قال ضيقوا عليه، منعوا عنه راتب بيت المال. هو لما يجد أو لا يجد في يده دنانير ولا دراهم يقبض. أبى البصري فراقبه تلميذ له، لم يقل منين كيف يعيش. وجد أن بعد ما ألقى عليه درس العشاء راح على نهر الفرات، فمشي التلميذ وراه وجده يقتلع حشيشا نجيه من الأرض، نباتات مثل على الحشاطة، ويرسلها في النهر وينبغها ويستلدها يبلعها، ثم مال إلى النهر وشرب. فبعد أن شرب اقترب التلميذ منه، قال يا سيدي، قال لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. بنظرة ايه؟ أهل الدنيا. قال له العلامة، وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. فدي نظرة ودي نظرة. شوف، تضيق الحياة عليك يا رب، تضيق عليك ولا يكون فيها مشكلة ليس لها مخرج ولا ثقب إبرة.
في المشاكل في الحياة ومنها مشكلة المال. نظرتان، نظرة من ثقب عالم الشهادة الطيبة، ونظرة من آفاق عالم الغيب الوافي. كيف؟ في الغار حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، نظر أبو بكر من ثقب عالم الشهادة الضيق، فماذا قال؟ يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت إيه؟ قدميه لرآه. ما شاء الله عندنا تحفظين من اللي يعملين. طب لك يا بس معلش. قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. صادق الصديق الرأي صادق صادق فعلا لو نظر هذا ثقب عالم الشهادة الطيبة وقد يكون صادقا. الحبيب صلى الله عليه وسلم رحابة الإيمان عنده ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معك. أيهما أكثر صدقا واطمئنانا للنفس، آفاق عالم الغيب الواسع أم ثقب عالم الشهادة الطيبة؟ أصحاب مصر هربوا من مصر، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. صادقين ولا كاذبين؟ صادقين. سيدنا موسى لا ينظر من ثقب عالم الشهادة الطيبة، بل ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع. قال كلا. كلا ازاي؟ كيف كلا يا اخي؟ البحر امامنا وفرعون وجنوده من خلفنا. انا اقول لك انا لم تكون ترفض هذا الكلام وتقول كلا؟ نعم، ان معي ربي سيهدي. بس في خلي بالك، الرسول يكلم ابا بكر فيقدم لفظ الجلاله على المعيه. لا تحزن ان الله معنا. لكن سيدنا موسى عمل ايه؟ قال كلا ان ايه؟ معي ربنا. فقدم المعيه على ايه؟ على الربوبيه. هل هذا من سوء هذا؟ كلا. سيدنا موسى بدون عزم. القضيه مراعاة حالة المخاطر. مراعاة حالة المخاطر. الرسول في الغار صلى الله عليه وسلم يحدث من أصدق الناس وأوفى الناس وأبر الناس وأقرب الناس إلى الله وإلى رسوله، فيذكره بالله أولا يقول له إن الله معنا. فلما الصديق يسمع لفظ الجلالة يطمئن قلبه، لأنه ليس في قلبه إلا الله. قل إن الله عن ثبات، يعني من الخلف الصالح ابو ايوب السختياني لما ركب السفينه في الثقل ولعبت بهم الامواج وخاف الركاب وذعروا، قالوا يا ابا اسحاق يا ابا اسحاق الا ترى ما نحن فيه؟ قال يا اخي انا غرق امامك يا اهل الدين في محلات عجيبه، انا غرق. ماذا تريد؟ قال ادعو الله لك. كلمتين يسحب بهم من رصيد كبير، احسن من رصيد البنك واحسن من رصيد المصرف. يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك. فسكن البحر. وانت كذلك قل يا رب اريتنا قدرتك بان صرنا شراب وصرنا يعني نتلاسم ونتقاتل ونتهف اعراض بعض ويخوض بعضنا في اعراض بعض. هذه قدره الله وسوء افعالنا. يا رب ارنا رحمتك، اجعلنا على قلب رجل واحد. امين يا رب العالمين. انصر هذه الامه يا رب العالمين.